بعد التحية والتقدير، في الحقيقة يجب أن نكون منصفين ودقيقين. لا يمكن أن نلطم ونبكي من الآخر ونحن نكون شركاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أذية هذا المكون أو أذية أي مكونات الأخرى العراقية بكل تسمياته. فأنا أعتقد الأمر يتعلق بقضايا تجارية اقتصادية بحتة، وهذا ليس استهداف للمكون المسيحي بقدر ما هو استهداف للمعالم والتراث العراقي. لا يمكن الموافقة على هذا الموضوع إلا بموافقة من الجهات المسيحية المعنية. أنا أتساءل، هل ممكن أن يكون هنالك تهديد مباشر للمسؤولين عن على هذه المدرسة الموافقة؟ أعتقد لا. لا يمكن أن نكون فقط يعني عاطفيين ونضخم الأمور. فأنا من خلال قناتكم الموقرة أدعو الجهات المسؤولة لعدم الموافقة على هذا الموضوع، لأنه لا يمكن تهديم المدرسة إلا بموافقة الوقف المسيحي أو الرهبنة والراهبات التابعين للمدرسة التابعة لهم. فبالتالي إذا كان هنالك أي تأثير مباشر أو غير المباشر نحن مسؤولين بالدفاع عنهم. ولكن أنا أستغرب إلى البارحة لم يكن هنالك أي تصريح واضح أو بيان واضح من جهات المسؤولة. لماذا هذا الغموض؟ إذن الموضوع يقترفه غموض كثير، وأدعو الجهات المعنية الحفاظ على ممتلكات الشعب. فهذه المدرسة ليست ملك مسيحيين فقط، إنما تخرج منها الكثير من المعالم، يعني مثقفين وسياسيين وعلماء العراقيين، منهم كانت المرحومة زهاء حديد. فبالتالي يجب عدم التعامل مع ممتلكات الأوقاف أيا كانت وكأنها ممتلكات شخصية وعائلية، وإنما تعود لجميع العراقيين. دعنا نتحدث عن موضوع التغيير الديموغرافي في محافظة نينوى. بعض التقارير تقول هناك تغيير ديموغرافي في المحافظة. هل المسيحيون يقولون بأن هذه المسألة تستهدف المكونات في المحافظة؟ هذا الموضوع، هذا التغيير الديموغرافي يستهدف جميع المكونات في هذه المنطقة الأصيلة، منها الإيزيديين، الشبك، الكاكائية، الكرد، والكلدان الشريان الأشوريين. للأسف الشديد ليس هنالك صدام عضوي موجود على أرض الواقع اليوم، ولكن هنالك أقلية صدامية بعثية الكثير من الأحزاب يمارسونها بطريقة مباشرة وغير مباشرة. سابقا كانت كل هذا الاستهداف وكانت كل هذه الإساءات إلى المكونات الشعب العراقي باسم القومية، واليوم يأسفني أن أقول باسم المذهب وباسم الدين يتم أذية هذه المكونات. نحن مرحبون بكل المكونات الأصيلة في هذه المنطقة، ونرفض أي تغيير ديموغرافي من أي طرف كان، لأنه هذا منافي للدستور، وهذا منافي للقيم والأخلاق الإنسانية، وضربة قاضية للتعايش السلمي. عليه نحن تحركنا وتعاضدنا فيما بيننا سواء كانوا الإيزيديين أو الإخوة الكرد، ونتمنى على الشبك أيضا أن يضعوا يدهم بيدنا، لا أن يكون البعض منهم، أنا لا أتهم الجميع، لا أن يكون البعض منهم أداة في يد دول جوار ليضربوا هذا التعايش السلمي، وإنما يجب أن نفكر بخلق حياة وأجواء أكثر ملائمة لأطفالنا وأحفادنا مستقبلا، ونعيش عيشا كريما. شكرا جزيلا.